إيطاليا الجنوبي لوقف كل الممارسات غير القانونية لتقييد حرية الصحفيين وحركتهم وإعادة والمجلس الانتقالي بات جزءا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. الضغط على السلطات الرسمية في مأرب وحضرموت لإزالة القيود المتعلقة بحرية والتوقف عن المراهقة. أيضا الضغط من أجل إحالة أي قضايا ضد الصحفيين إلى محاكم الصحافة والمطبوعات. أيضا الضغط من أجل إحالة أي قضايا ضد الصحفيين إلى محاكم جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية. الضغط من أجل إحالة محاكم الصحافة والمطبوعات. فرصة مهمة أن نتحدث حول الجهود التي يقوم بها مرصد الحريات الإعلامية في مختلف